السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا غادي نشوفوا في هذا الفيديو هذا واحد لابويزي للعنوان ديالها ليبرتي. إذا غادي نحاولوا نقراوا هذا لابويزي إن شاء الله في هذا الفيديو هذا. إذا كما تشوفوا عندنا لابويزي للعنوان ديالها ليبرتي قلنا من الكتاب المدرسي ديالنا كوكليكو نيفو سي ام 2. إذا نقراوا هذا لابويزي ليبرتي. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable de neige, j'écris ton nom. Sur les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier aux cendres, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nez, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans se venir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître. Pour te nommer Liberté. إذا كما شفتوا هاد لابويزي هادي العنوان ديالها Liberté ديال بول إيوار Liberté إن أو رونديفو ألمون ليز إيديسيون 2008-1945. إذا كانت في هاد لابويزي Liberté هي اللي شفنا فيها قلنا في هاد الفيديو هذا من كتاب ديالنا المدرسي ديال كوكليكو نيفو سي إم 2. إذا نتمنى تكونوا تنتوما قريتوها مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل المتابعين الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعه قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درج جديد من الدروس تنقدموا في القناه اسمعلي الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللينك ديالها في لابواد ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.